عمري هذا السؤال مهم ومقترح وزاري. طلع عليك دحله دحله بسرعه. يلا حاول لحق علي. هاي تكامل على اليمين تكامل على الشمال، هو طلب قاعده الاقتران. لما يطلب قاعده الاقتران يعني بحط تكامل على اليمين تكامل على الشمال وبطلع قيمه سي. لحق لحق تشوف. هاي اف الاكس تساوي اكس قوه نص. شو تكاملها؟ هاي اكس قوه نص جذر اكس، اكس قوه 3 على 2 هون 2 على 3 زائد طلع هاي كونش بطيء فيها طلع هون هون بتكون زائد سي. هسه هو معطيني نقطه، هاي اسمها اكس هاي اسمها واي. انا عارف انه السؤال طويل بس مهم. طب بحط مكان كل اكس قديش؟ 4 وهذيك 11. 11 تساوي 2 على 3 في 4 هو 3 على 2 زائد 1 على 4 في 4 تكعيب على 3 زائد سي. وهاي كلياتها اللي انت شايفها زي بيطلع جوابها، والعلم عند الله جوابها مش متأكد، حدا يحسبها ويحكي لي. اتوقع 1 على 3 اتوقع قيمة سي، مش متأكد الصراحة. احسبوها وانتوا احكوا لي قد ايه جوابها.